المهندس يحيى قنديل مهندس في الحي كريم او كوكي ثانويه عامه السنه دي وموت نفسه في المذاكره طول الوقت يلا يا بنت ديما مدام هاله رشدي ست البيت ومديره مدرسه اديتا ماما انا خلاص قررت اسيب التعليم لازم تكملي تعليمك حضرتك ده مش شغل ده اسمه تمييز كريم فين يا اولاد الواد خالد ابني ساب الشغل تاني خليه بس هو يبقى قد كلام ابو السنين ده وانا من بكره اخده شغله مع اي مقاول معرفه انا منصور انا ومحمد اخواته توأموا يعني لا مؤاخذه